السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. عندي واحد الرسالة ديال واحد السيد ابن المنطقة هنايا، يعني من الناس ديال عنده ريستوران هنايا، عنده الطاجين الحمد لله. ها هو كما كتشوفوا عنده واحد الرسالة. صراحة عيط لي جمعت أنا وياه، عنده واحد الرسالة بحكم الغيرة ديالو على هاد المنطقة هذه والسياحة. عنده واحد الرسالة بغى يوصلها وغادي يعطيها لكم بيدي هو. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا خويا، كي داير؟ لاباس عليك؟ لاباس الله يباركك. مزيان. الله يرحمك الوالدين. شكرا بزاف. شنو عندك؟ قلتي لي شي رساله بغيت نسمعها. الرساله اللي غير ديالك على المنطقه هنا، المنطقه ديال هاد السياحه، هاد البلاصه هادي كانت البلاصه البلاصه كانت هاد البلاصه شي شويه كانت ناقصه شويه، والحمد لله هاد البلاصه هادي ولات زوينه تبارك الله. انت كتشوف الخياب، كتشوف الكراسه بالباراسولات، وحنا كنديروا الطواجن. اللحم اللي كنديرو حنا ما كيباتش عندنا اللحم، كنجيبو اللحم من الجزار، نهار واحد ما كاينش واحد اللي كيبات عند اللحم. هادشي اللي شفنا في داك البلاصه ديال اوزود ولا ما عرف فين كاين داك البلاصه، حنا ماشي من داك الناس. حنا هاد البلاصه هادي حنا كنديرو الطاجين، الطاجين اللي كنديروه كنجيبو اللحم تيبات تيكون عندنا نهار واحد، كنصبو الطاجين نهار واحد اللحم ما كيباتش عندنا. وكنطلبو الناس اللي كيجيو تيقولوا اكل ما مسدود، تيوقفوا في الباركين، منين تيعجب ليه داك ما كيعجب ليه داك الديكور كيرجع بحاله، وكيقيد بان هو اكل ما مسدود. اكل ما مسدودش، الحمد لله كلشي زوين، كلشي نقي، كلشي صاوب، ما بقاش. هادشي كيضركم ملي كيجي شي واحد يكذب على المنطقه؟ تيهضرنا حنا، تيقول راه اكل ما مسدود، ما مسدود والو، اكل ما الحمد لله. هاد السيد العامل الله يخرج السيرفيس بخير وعلى خير، صوب هاد البلاصه هادي، صوب تنهلا في هاد البلاصه هادي، كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يخرج السيرفيس ديالو بخير وعلى خير. وما كاين لا 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 ما تسد لا كلمه لا والو. هاد الناس هادو اللي تيكذبوا الله يهديهم، لحقاش تيدخلوا الطوموبيلات كتولي الفوضى حدا لاك ديال كلمه عزيزه. الناس باش انا فاش نزلت بان لي واحد الباركين تما صراحه زويون، وهاد الباركين خلاص غيلقاوها الاخوان، يلقاوها في الفيديو. أيه. كاين الباركين زوين، كاين التنظيم، كاين النظافه. أيه. انا صراحه اول مره كنجي لهاد المنطقه هادي صراحه عجبتني، ومازال ان شاء الله غادي مازال ان شاء الله غادي يكونوا داك الكراس اللي بحال هذوك اللي في مراكش غادي يبقاو يجيو، اللي معوق، اللي الناس اللي كبار، الكوتشيات ديال العودان غادي يبقاو يجيو على داك الكوتشه ديال العودان، غادي يدخلوا اللي ما قادش يجي على رجلي غادي يمشي على داك الكراسه ديال العودان باش يمشيو لاك لاك. وهادشي اللي دار هذا السيد العامل هذا كنشكروه بزاف بزاف بزاف، والله يخر السيرفيس بخير، السيرفيس ديالو بخير وعلى خير. هادشي اللي دار راه مزيان، الحمد لله الحمد لله، والشكر لله والشكران، والله يحفظ بلادنا، اللهم امين، والله ينصر سيدنا. هذه هي الكلمه، هذه هي الكلمه المزيانه، هي ديال الله يحفظ بلادنا، الله يحفظ والله بلادنا، سيدنا. والله ينصر سيدنا. هادشي اللي كنطلبوا حنا الاخوان. كاين واحد الناس وسولت الشريف لقيتو في اخبارو، هادشي دارو داك السيد اللي هو مرتو في شلالات اوزوت بالنسبه للطاجين. بالنسبه لك انت يا الطاجين، الطاجين يعني من التراث المغربي، يعني عيب وعار اننا غنجيو باش اننا نقلبوا على المشاهده ونربحوا بسرعه في هذا اليوتيوب، غنجيو اننا ونسيئوا الطاجين، ربما ما عارفينش بان هذا الطاجين ديال المغاربه كاملين، ولا جيتي تشوف في المغرب كامل كلشي كياكل طريف الخبز من هذا الشيء ديال الطاجين. اذا كاين اساءه نوعا ما المشكل ديال الطاجين، وزيد هذه القضية جا مزامنة مع فتح الحدود من بعد عامين وهي مغلوقة على السياحة، جا الضرب في السياحة المغربية والضرب حتى في الطاجين المغربي. شنو رأيك في هذا الشيء هذا؟ شنو ممكن ممكن داك الشيء اللي غنقولوا لخوتنا المغاربة ولا اللي في المغرب ولا اللي خارج من المغرب، هذاك الشيء اللي تيكون الناس غادي يبقاو يجيبوا القانون ديال اللحم، يديروا الطاجين، ما يخليوش اللحم يباتوا عندهم. الناس غادي يبقى بنادم يجيب اللحم ديالو يكلكبو داك النهار نيت، الا ضرب اللحم يومين ولا ثلاث ايام، هادي راه بلاصه السياحه، ماشي هادي راه ماشي عزابه. الا طاح لك شي واحد في بلاصه ديال السياحه، يعني هو انت اللي غادي تكون في المشكل كبير. هادشي اللي كنطلبوا من الاخوان المغاربه اللي كيديروا هادشي ديال البيع والشراء. اللي بغيت نسولك، بغيت نسولك على ديك القضيه، بحكم ان التجربه ديالك في هذا المجال ديال الطاجين، ويعني وقريب من السياحه، يعني دابا العقليه ديال حتى الناس السياح اللي كيجيو لهنا، دابا نتوما كتعرفوا حتى شنو انواع ديال الماكولات اللي غياكلوا، كيفاش العقليه ديال السائح، شنو كيبغي، راحته، وكيفاش انك تحتفظ له على راحته.
بالنسبه انت يعني كواحد من الناس عندك نفس الدومين ديال هادشي ديال المطعم هادشي ديال الطواجن فالله يجازيك بخير، بغينا غير رايك في القضيه ديال واش بصح ممكن يكون الدود في اللحم وديرها في الطاجين ويطيب ويبقى الدود بداك الطريقه وكيتسارى كيف ما شافوا بزاف وكيف ما قالوا داك الناس في الفيديو. لا داكشي راه داكشي راه عيب والله، هذاك غتلقى عنده داك اللحم ضرب عليه سيمانه ولا اربع ايام وكهو الغرض ديالو غير في الفلوس. يعني خاص انسان يشجع السياحه يحاول تكون شي جوه النظافه، الا ما كايناش النظافه في بلاصه ديال السياحه راه ما كاين والو. والله يسر سيدنا والله يحفظ بلادنا يعني. هادشي اللي كنطلبوا الله سبحانه وتعالى. ولكن كاينه واحد القضيه، دابا كاين اللي كيقول لك بان حق هادوك اللي جاوا يسجلوا داك الفيديو راه ما كاين لا دود لا حتى شي حاجه، هادوك غير فقط بغاو يديروا مثلا يتشهروا ولقاو داك الطريقه باش يتشهروا هو ان يقولوا للناس شوفوا الدود كي لقيناه في الطاجين. واش الدود ممكن يطيب في الطاجين ويبقى هكاك حايب داك الطريقه وكيتسارى في الطاجين؟ لا، غير واحد الحاجه اللي غادي نقول لك استاذ، راه هذاك اللي غادي يدير اللحم في الطاجين واش ما غادي هذاك يقدر حتى الكذوب غادي يكون تما، عرفتي علاش؟ لحقاش انسان ما كيديرش اللحم في الطاجين الا ما مغسولش. براك خصك تغسل عاد كيدير اللحم. حنا كان انت كتشوف الطواجن، انت عندنا طواجن كنغسلوا اللحم بالماء سخون ونغسلوا الخضره ونصوبوا داك الشيء باش لا ما يمكنش. هذه نقطه مهمه درتيها لي انا شخصيا في دماغي، ما يمكنش اللحم غادي يدار بلا ما يتغسل، لان نقولوا داك اللحم فيها كاع الدود نقولوا ما شافوش داك مول المطعم، راه اصلا فاش يجي يبغي يحطوا مثلا في الطاجين غير غسلوا يعني طروفة باش يدير طريف هنايا طريف في الطاجين. يقدر حتى الكذوب يكون تما استاذ، يقدر شي واحد شاف شي غير شي حسيفه في شي واحد يبغى يدير له هذيك الخدمه. نعم هادشي هو اللي كاين والله الحمد. شكرا بزاف، شكرا بزاف، ربي يحفظك. الله يحميك الوالدين والله يحفظ بلادنا والله سيدنا، وتشكروا السيد العمل اللي دار هذا المشروع هذا. الله يحفظك، الله يجازيك بخير.